سيزاحم الملف السياسي وبقوة. يعني لا شك أنه في تأثير ما بينهما، ما بين الاقتصاد والسياسة، وقد يكون أحدهما يؤثر في الآخر. لكن الذي يظهر الآن أن السياسة هي التي كانت المؤثرة في البداية، ثم دخل الملف الاقتصادي في القطار الآن ويزاحم بقوة. والبعض يتكلم عن خوفه من ظهور ثورة الجياع، وقد تأتي على الأخضر واليابس، وقد توقف كلا الأطراف، خاصة بعد تصريح الأخ المحافظ البنك المركزي الذي يتكلم عن أنه انخفض أو يعني نقص من الادخار بالنسبة للعملة الأجنبية فوق المليار وكسور. هل ترى أن فعلا أن الملف الاقتصادي سيتجاوز الكل؟ أنا أعتقد أنه إذا جئنا لجذور ما يحدث حاليا، هو سنجد أنه العامل الاقتصادي كان أساس كبير فيه، يعني البطالة، الفساد، غياب فرص العمل. يعني الاقتصاد كان له يشكل جزء كبير من صورة الأزمة أو من مكونات الأزمة الحالية يعني. وربما كان الجانب السياسي يأتي ثانيا يعني، لكن هو سوء الأداء السياسي، ضعف أداء الدولة، ضعف الأداء الحكومي، هو الذي ولد المشكلات الاقتصادية التي تطورت يعني لتؤكد أن هناك عجز في الإدارة السياسية يعني. وبالتالي أصبح التغيير مطلوب على كل المستويات يعني. فالاقتصاد سيظل مشكلة، ستظل مصاحبة، صاحبتنا قبل وهي تصاحبنا الآن، وستظل تصاحبنا حتى لو بعد التغيير يعني، حتى لو عندما يحدث التغيير يعني، ستظل العملية الاقتصادية مسألة وعقبة عقبة كبيرة يعني. ستجد اليوم في تونس ومصر مثلا الاقتصاد أصبح مشكلة يعني، لولا أنه بعض الدعم الذي بدأت تقدمه الدول المقتدرة يعني، سيجد الناس أنفسهم في معضلة كبيرة. لكن ما أستطيع أن أؤكده أن هذه ستكون مراحل مؤقتة يعني. إذا حدث تغيير فعلا ورقابا من الشارع على الأداء الحكومي، تأكد أنه فعلا أن الفساد سيتضاءل، سيادة الدولة ستستعيد مكانتها، هيبة الدولة ستستعيد مكانتها. فالمسألة مسألة وقت يعني، ما يجعل الوضع الاقتصادي يزداد في التدهور هو إصرار النظام الحالي على الاستمرار بأي شكل من الأشكال يعني، دون أي تجاوب مع رغبات الشارع في التغيير يعني. فأنا أعتقد أنه إن العملية الاقتصادية هي يعني، ربما نصل في لحظة من اللحظات إلى أنه يحدث التغيير بفعل المخنق الاقتصادي يعني. يعني انا اقصده يعني فعلا لم تجد الثوره التونسيه ولا الثوره المصريه وقتا ليكون العامل الاقتصادي عاملا محركا في الثوره الايام، لكن عندما تطول المده مثل نحن 7 اشهر يعني، ويبقى الوضع السياسي وضع مد وجزر ما بين الاطراف يعني، ولا ينتصر احد على الاخر او لا يتقدم احد على الاخر. سؤالي هو يعني، ولكن كان بصفة أخرى، هل توقع أنه سيكون الوضع الاقتصادي هو الذي سيلزم الكل إلزاما كاملا ويتجاوز المسألة؟ هذا ما قلت أنا في نهاية الجواب، أنه ستأتي لحظة ربما يعني عندما نكون في فعلا عنق الزجاج من الناحية الاقتصادية، قد يحدث التغيير في تلك اللحظة عندما يعني. وأنا حتى أنا أستغرب أنه حتى النظام الحالي يعني، أو يعني استغرب ما هي أدوات، كيف يفكر، لا كيف يفكر انه من مصلحته البقاء في الاستمرار. بالعكس، انا لو انا مكانه يعني ارمي بالحكم للمعارضه، لانه ستاتي المعارضه على وضع يعني مستوي من مره يعني، ليس حبا في المعارضه على الارض يعني، ليس حبا في المعارضه طبعا يعني، لانه دعم خارجي متوقف، موارد داخلية متوقفة يعني. اليوم المرتبات الموظفين تصرف بـ 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 أو يتم توفيرها بالطباعة، بطباعة العملة يعني. كل المشاريع متوقفة، الباب الرابع تقريبا متوقف في كل أجهزة الدولة. إذن ما هو المغنم الذي حتى عدو مع الأخوة المتشبثين بالسلطة اليوم من التشبث بها؟
اترك السلطة عند يعني المبادرة الخليجية وفرت فرص آمنة للخروج من السلطة وانتقالها، ومن سيتسلم الحكم سيتسلم عبء، سيتسلم يعني مش عبء، كارثة يعني بكل المكاين. يعني أنت حقيقة ذكرت المبادرة الخليجية، وإن كان البقت بالنسبة لي قد زاحمني. المبادرة الخليجية مرت بأطوار وكأنها أزمة من ضمن الأزمات يعني التي نعيش فيها، يعني هي نفسها مرت بمجموعة من المراحل ومجموعة من الأفعال، يعني حتى وصلنا إلى التوقيعات النهائية، بقي توقيعات الأخ الرئيس، فحصل جامع النهدين في يوم الجمعة، وكان جمعة الكرامة كانت مفصل وجمعة رجب كانت مفصل، فنحن بين جمعتين، يعني مدري ننتظر جمعة ثالثة يمكن تنهي الأمور من مرة واحدة. يعني المبادرة الخليجية الآن يدور الحديث حولها، يعني هل تتوقع أنها تخرج بصيغة رقم 6 مدري 7 فعلا؟ لكن سؤالي هو هل هذه الصيغة إن خرجت ستخرج فعلا تحكي الحلول الواقعية؟ لأن البعض يقول الصيغة الماضية كانت مجرد يعني توقيع شكلي أو أن الكل يوقع فيها لإثبات وتسجيل موقف، ولم يكن لحد مقتنع فيها لأنها لم تكن واقعية، تشكيل حكومة في غضون مدري كم يوم وما إلى ذلك. هل الصيغة الجديدة إن خرجت المبادرة الخليجية وتوقع الكل يحاول يزج بها ستخرج فعلا واقعية تحكي الحلول الفعلية للخروج من الأزمة؟ والله أنا شخصيا يعني أأمل ولا زلت أعتقد أنه الرئيس بيده كل المفاتيح. أدعو الله أن يشفيه وأن يستعيد عافيته ليتمكن من اتخاذ القرار الذي هو يراه مناسبا. أعتقد أن الرئيس عنده قرار بأنه خلاص أنه ترك السلطة مسألة وقت يعني، لكن كيف؟ أنا أعتقد أنه أفضل من يمكن أن يخرج هذا الأمر إلى حيز الوجود. ممكن أن يعني يجمع المبادرة الخليجية مع ما قيل أنه مبادرة من الأمم المتحدة أو أفكار من ممثلي الأمم مثل الأمم المتحدة الذي حضر إلى اليمن، ممكن أن يخرجها مخرج آخر يخصه. يعني أعتقد أنه هذا هو المخرج الأسلم، يعني هو أدرى كيف ممكن أن يترك السلطة بشكل مشرف، وأعتقد أنه كل الأطراف السياسية معه في هذا الأمر. يعني هذا تصوري يعني، هذا تصور، وأعتقد أنه الأفضل يعني. إنما المبادرة الخليجية هو ممكن تطويرها يعني، بالتأكيد ممكن تطويرها يعني. أستاذ نصر، أنا يعني أنت كان يتصل بك الرئيس وكان لك لقاءات بالرئيس وكان يستشيرك في المجموعة، حب أن الرئيس الآن وإن كان قطعت الاتصالات بينك وبينه اتصل بك وقال أشر علي. سأقول له الكلام الذي قلت لك. لما أنت قلت أنه بيده هو القرار، ما هو القرار الذي بيده؟ أنا أعتقد بيده أنه ممكن أن يدعو كما يريد، هو يريد الخروج عبر انتخابات مبكرة، وأنا أعتقد أنه هذا ممكن. ممكن أن يدعو لانتخابات مبكرة قبل نهاية في نهاية هذا العام مثلا، وخلال الفترة مع هذه الدعوة يصدر قرار بنقل صلاحيات كاملة لنائبه الذي هو محل ثقة بالتأكيد. وخلال الفترة هذه لو قلنا 5 شهور يعني ممكن أن يعاد فيها تشكل حكومة مؤقتة، يعاد فيها هيكلة جزء الجيش والأمن، يعاد فيها يعني توضع تصور لاستقرار الوضع الاقتصادي، يعني عدم حدوث مزيد من الانهيار، وأيضا التهيئة للانتخابات عبر لجنة عليا متوافق عليها بين الجميع. وأعتقد أنه في هذا الحالة ممكن حتى الكل كما فهمت أنه ممكن حساب المعارضة ممكن أن تتوافق على شخص مثلا نائب الرئيس يكون هو مرشح. مثل هذه الأفكار أعتقد أنها تمثل مخرج مشرف ومخرج رائع ومخرج يخلد الرئيس في ذاكرة الأجيال. يعني لا أخفيك يا سيد نصر أن هذه المشورة التي كنت ستشير بها الرئيس يسمعها الآن الكل، يسمعها يعني السلطة والمعارضة وكل الأطراف السياسية في اليمن. أنا أتمنى حقيقة أن يستمعوا مثل هذه الاطروحات على الله سبحانه وتعالى يجعل فيها المخرج لهذا البلد. سيد نصر طه مصطفى، أنا أشكرك على هذا اللقاء. أهلا وسهلا بك. أرجو لك ورزعجناك شهر مبارك علينا وعليك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، بهذه الكلمات التي وضعها الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نصر طه مصطفى أختم هذه الحلقة، وكما أختمها أنا وأنتم دوما
في كل مكان في أرجاء هذا الوطن المبارك الحبيب في الداخل وفي الخارج. نختمها بأن نرجو من الله جل وعلا، فهو الذي بيده أن يغير الأحوال، الذي بيده مقاليد الأمور، وهو الذي بيده جل وعلا بحكمته ورحمته أن يخرج البلاد مما هي فيه. فأسأل الله جل وعلا أن يستجيب لنا الدعاء، وأسأله جل وعلا ألا تمضي هذه أيام هذا الشهر المبارك، وأن نفرح في العيد بأعياد متعددة، بأعياد متكررة لهذا البلد، فنحن نستحق كل خير. أجدكم في لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.